مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا، وهذا اللقاء مع الأستاذة الدكتورة إلهام غنيم، وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية. أهلا بحضرتك معنا دكتورة إلهام. أهلا وسهلا، الله يبارك في ساعتك. ألف كتير مبروك لحضرتك يا فندم. الله يبارك في حضرتك وتستاهلي كل خير إن شاء الله يعني. ونقول دكتورة إلهام بقى ناوي على إيه بإذن الله؟ ان شاء الله احنا اهم حاجة يعني ناويين عليها ان شاء الله ان احنا نطبق النظام الجديد في التعليم وننتهك هذا الاسلوب الحديث التعليم المدمج او التعليم الهجين. ويعني ان هي ان شاء الله هو دلوقتي احنا بنقول هي حلقة وصل ما بين التعليم التقليدي والتعليم اونلاين، وبن يعني بنحاول ان شاء الله ان احنا شوية شوية نزود الاونلاين لحد ما يعني نطمح ان يبقى كل التعليم الالكتروني، لانه له مزايا كتير جدا. تمام. وان شاء الله برضو عايزين الطلبة بتاعنا يعني يتعلموا وهم برضو في حالة نفسية وصحة نفسية جيدة يمارسوا الانشطة، وبرضو في ظل الاجراءات الاحترازية. هيخليني اسأل حضرتك يا دكتورة إلهام، طبعا يعني شؤون التعليم والطلاب بتشمل رعاية الشباب والأنشطة الثقافية، يعني انت بسم الله ما شاء الله يعني العمود الفقري لكلية الزراعة. ماذا تنتوي دكتورة إلهام أن تقدم لأبنائها الطلبة والطلبات في خلال المرحلة القادمة إن شاء الله؟ والله أنا عايزة نقدم لهم جودة في التعليم، نقدم لهم برضو يعني التعليم اللي يتعلموه يستفيدوا به ويطبقوه في حياتهم العملية. الله. وعايزة أن هم برضو يتمتعوا بالجو أسري، يعني يحس ان هم في وسط بيتهم زي ما احنا كده. يعني تقبلي تحياتي على المصطلح الجو الاسري اللي انتجه ده ما شاء الله. يعني انا النهاردة بقول للمسؤول عن رعاية الشباب والصبيان، بقول له احنا عايزين نعمل كده اول حاجة احتفال بالنيو كامرز او الطلاب الجدد. لا وزارة عرفت كل ده مع حضرتك بقى. ان شاء الله ان شاء الله. عشان يعني الشباب عندنا يقدروا للطلاب ونعرفهم الطلبة القدامى، هيعرفوا الطلبة الجداد الكلية بأقسامها بأنشطتها بكل ما فيها يعني من مزارع ولها خصوصية خاصة كلية الزراعة، وبالتتميز طبعا بالمزارع بتاعتها وكده. فنحاول ندي فكرة للطلاب على أنشطة الكلية ومجالاتها وكده. كلية الزراعة دكتورة إلهام بعد إذنك، طبعا كلية الزراعة دي من الكليات العريقة في مش طبعا اللي احنا ننتمي إليها. يعني طب انا يعني طبعا 1942 يعني. لا ده حضرتك حافظه كمان ما شاء الله ما شاء الله. طيب دكتورة إلهام، رساله بتوجهيها لابنائك من الطلبه والطلبات الجدد، وخاصه ان احنا يعني مقبلين خلال المرحله القادمه على اجراءات احترازيه وضروره اتباع الاجراءات للوقايه والسلامه والصحه، نقول ايه لابنائنا الطلاب القادمين الجدد ان شاء الله؟ نقول لأبنائنا الطلاب إن هم يطمئنوا تماما، بس ينفذوا كافة الإرشادات الكلية بتنتوي إن هي تحطها لهم من إجراءات احترازية، ينفذوا هذه الإرشادات ويعني بمنتهى الدقة، ما فيش تهاون، وفي نفس الوقت يزوروا حياتهم بدون خوف. يعني أنا أعمل اللي عليا ما خافش من حاجة. بالضبط. فإن شاء الله الكلية حطت كافة الإجراءات، أو هي يعني بمعنى أدق وأشمل إن هي جت من المجلس الأعلى للجامعات بعض التعليمات بهذا الخصوص. فالطلبة احنا هنعملها لهم في لوحات ارشادية ونحطها لهم، وبحيث ان الطلبة يتولوا يعني تنفيذ هذه الارشادات. تمام. حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر، وفي نفس الوقت يزولوا حياتهم داخل الجامعة دون خوف وبأريحية شديدة. يعني هذا لقاء سريع مع الأستاذة الدكتورة إلهام غنيم، وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب. بنبارك لحضرتك المرة الثانية، بنتمنى لك مزيدا من التوفيق والازدهار والتقدم الرقي. الله يخليك يا فندم. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. تفضل حضرتك. الله يخليك. تفضل حضرتك. مع السلامة. حضراتكم هذه المتابعة على راس الساعة، ولأهم المواجيز الإخبارية على إذاعتكم زهرة العرب. تحياتي لكم أعزائي مستمعي إذاعة زهرة العرب، وكان معكم محمد الشامي، وإلى لقاء في مواجيز إخبارية قريبا وعلى راس الساعة. تحياتي لكم.
إذاعة زهرة العرب لكل العرب.